لا يمكن تجاهل الجهد الذي قدموه خلال السنوات الماضية بسدهم شواغر كثيرة في مدارس عديدة ولمواد دراسية مهمة وفي تخصصات غابت عنها الدرجات الوظيفية. المحاضرون الذين وافقوا على التدريس مجانا مقابل شمولهم بالتعيين كعقود وزارية أو التثبيت تباعا حسب نظام الحذف والاستحداث، لكن لا زال هذا حلم لم ير النور رغم تظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية. مظلومية المحاضرين بصراحة كبيرة، يعني احنا ندعي الدولة وهي بصراحة مهمشة موضوع المحاضرين، انه كل الطبقات الاخرى، شبكات الحماية الاجتماعية، الكل استفادت من هذا من الدولة الا المحاضرين، وحققنا نسبة نجاح، واحنا حالنا حال المدرسين والمعلمين اللي ابو الملاك، ونتعب اكثر من عندهم ونجتهد اكثر. بالنسبة لنا كمحافظة ديوانية يعني وشباب الديوانية مهمشين الى ابعد الحدود، يعني بالاخر لقاء ويانا المدير التربيه يعني كانت مجرد وعود، يعني احنا 2017 2018 2019 لحد الان ما نعرف مصيرها شنو، حذف والاحداث ما نعرف شنو مصيرها. نلتقي بالسيد المحافظ يعطينا فد كلام شكل، نلتقي بالسيد المدير التربيه يعطينا فد كلام. ولأجل استخدام كل وسائل الضغط الممكنة من دون تأثير على الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، نظموا مؤتمرا في الديوانية طالبوا فيه بمطالبهم التي يؤمنون بأنها مشروعة ووضع نهاية للتهميش والإقصاء الذي يتعرضون له. أكو مظلومية المحاضري الديوانية، خاصة محاضري الديوانية. اليوم احنا عانينا ما عانينا، تقريبا خدمة صار نفس السنوات، وقسم 7 وقسم 5 خدمة موجودة، بس اليوم نريد تعيين، يا اما يحولونا عقود وزاريه. اليوم عندنا تخصيص مالي، اليوم العده تخصيص مالي، حولونا على عقود وزاريه. الموضوع اللي احنا اليوم بصدده حتى نناقشه هو انه المحاضرين لهم حصه في 2000 في موازنه 2017، لكن وللاسف هذه الحصه ما تكفي اعداد الديوانيه، الديوانيه فقيره تفتقر الى العنصر المعيشي، يعني معيشه الشباب هذه كلها معتمده على الوظيفه. تساؤل مهم طرحته بعض الخريجات وهو كيف تجد فرصة عمل خارج اختصاصها الأكاديمي في مجتمع ذكوري وقطاع خاص تقل فيه فرص العمل. المحاضرين قضيتنا مسيسة، هاي أول مسألة. المسألة الثانية أنه إحنا محافظة الديوانية نفتقر للقطاع الخاص، وهاي المسألة كلش مأذيتنا بشكل مو طبيعي، لأن الناس هسه ما عندها حتى لقمة عيش، لهالدرجة وصلنا. زين إحنا كذكوري يقدرون يشتغلون بأي مكان، البنات شنو مصيرنا؟ أنا صار لي 3 سنوات أحاضر، غيري صار له 5 سنوات، صديقتي صار لها 11 سنة، يعني مهمشين إلى أبعد الحدود وما نعرف شنو مصيرنا. هل هو تعمد بأن تكون سنوات الدراسة المتعبة هواء في شبك، أو أن هناك متعة برؤية طوابير الخريجين تزداد سنويا وبقائهم بلا تعيين؟ هذا ما يود المحاضرون سماع إجابة صريحة له من قبل المعنيين. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.